السلام عليكم بعد انطلاق مظاهرات لاطلاق سراح قاسم مصلح بعد اعتقاله بساعات وفق الماده اربعه ارهاب واتهامه باغتيال ايهاب الوزني وفاهم الطائي قامت السلطات العراقيه باطلاق سراح قائد عمليات الحشد الشعبي وتسليمه الي قوات الحشد الشعبي وذلك ردا علي وجود ميليشيات الحشد الشعبي داخل المنطقه الخضراء احتجاجا على اعتقال قائدهم وطالبت باعتذار رسمي للقائد قاسم مصلح وفي مظاهره لاستعراض القوى قامت فصائل الحشد الشعبي بالتجوال في انحاء العراق احتجاجا على اعتقال قاسم مصلح والجدير بالذكر ان القيادي قاسم مصلح متواجد الان في منزل رئيس هيئه الحشد الشعبي فالح الفياض اذا اعجبك الفيديو رجاء الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس